بفيديو اليوم رح نتكلم على الفلور. عندي بالاركتكشر ده موجود عندي الامر، طبعا في عندي الدروب بانل. اذا بلاحظ في عندي اكثر من نوع، ولكن بالديفولت 1 دايركتلي اذا بختاره رح يختار الاركتكشر 1. رح ينتقل فيه لعند الموديفاي تاب عند الدروب بانل. بلاحظ عندي في عندي باوندري لاين، في عندي سلوب ارو، في عندي دايركشن او سبان دايركشن. حاليا رح نتكلم عن الباوندري لاين. الفلور مثل الروف، لازم اعمل ارسم الرسمه لحتى هو ينفذ الامر، مش مثل الوول دغري بختار الوول وببلش تنفيذ الامر. حاليا بما اني عندي الباوندري لاين، رح لاحظ عندي بالدروب بانل في عندي اكثر من شيء مثل العالي اللي تعودنا نشوفهم، اللاينات والريكتانجل زي امر الروف، ولكن في عندي امر جديد كمان اللي هو البيك وول. بحاله انا في عندي وول ودايركتلي انا بدي اعمل بيك عليه هون، فبقدر اختار هذا الامر. في عندي طبعا الاوفست 1 اذا انا بدي اختار اوفست. حاليا اذا بك بس بدون اي اوفست فهو رح يختار يا اما داخلي يا اما خارجي. طبعا حاليا بما انه هذا الوول هو طبقة واحدة وما فيه كور، او معتبر هو الطبقة هي نفس الكور، فلهيك عم يتنقل بين الداخلي والخارجي. ولكن اذا بغير نوع الوول وبصير عندي فيه كور وبعدين في عندي فينيشنج، فهو فقط راح يتنقل بين الكور الداخلية. حاليا راح نعمل وول، ولكن حاليا بس خلينا نتكلم عن الاوفست. حاليا بدون اوفست فهو دايركتلي راح ينفذ الامر، ولكن اذا بمسحه وبروح لعند الاوفست وبقول له ممكن خليني 20 سنتي، فهو راح ينفذ الاوفست يا اما لجوا يا اما لبرا. هذا بالنسبة لامر الوول. حاليا خليني انا مسحت الفلور عند هاي الفيلا، خليني راح انفذ الامر عند هاي الغرفه فقط. بما اني انا عندي امر الوول راح اعمل اوفست 0، نقول له اوكي، اختار طبعا الاكستيريور 1 عند هذا الوول وهذا الوول. حاليا ممكن بدي استخدم امر اللاين اجين، اعمل لاين بسيط، اعمل تي ار مشان اعمل ترم لهي الاجزاء. اتاكد انه عندي هاد كلوز لوب. شلون بدي اتاكد؟ فقط بوقف على واحد من اللاينات وبكبس التاب، اذا علم كلياته فهو مسكر، واقول له حاليا اوكي. طبعا حاليا هو عم ينفذ على الليفل 1. راح ارسم سكشن، طبعا انا حاطط شورت كات اس اي، نرسمه من هذا المكان. اوكي، بدي اياه ستريت لاين بهالشكل هذا. راح نعمل دبل كليك عليه مشان يفتح، وحاليا بلاقي عندي الامر اتنفذ بهالشكل. حاليا اذا بدي ارسم على السكند فلور راح تطلع عندي الرسالة، حاليا راح نشوفها بالعادة، او دغري راح نستخدم الريكتانجل 1 من عند هاي الزاوية لعند هاي الزاوية حاليا الاوكي. حاليا راح تطلع عندي هاي الرسالة. اذا بلاحظ هاي الرسالة، طبعا في عندي هاي الولاد، عم هو عم يسألني هل بدك انت هاي الولاد انه اعمل لها اتاتش لهي الفلور ام لا. اذا حاليا قلت له نو ورحت لعند الفلور او عمل عند السكشن، بلاحظ عندي هذا الوول طبعا مكمل لفوق. اذا بكبل عليها بكبس عليها دبل كليك، طبعا رح يسالني اروح لعند فيو معينه، رح اقول له اوكي لعند اي وحده، وبعدين بقول له اوكي اجين. رح يسالني اجين مره ثانيه، اقول له حاليا يس، بروح لعند السكشن اجين. ولكن بلاحظ حاليا الوول عندي وقف هون يلي هو كان مكمل، فورا عمل له اتاتش لهي الفلور. بالعاده ممكن اذا كان عندي فاونديشن ممكن تطلع عندي رساله ثانيه، فانا ايضا الي الخيار يا اما اقول له ايه يا اما اقول له لا، ولكن هن رسالتين، واحده متعلقه بالوول وواحده متعلقه بالفاونديشن اذا كانت عندي.